البنت دي مهتمة أوي برسم التمثال ده ليه؟ ملابسها غريبة، تفتكر ممكن يكون موضوع الرسم ده مجرد حيلة عشان تعمل حاجة تانية؟ أو جايز تكون بترسم تماثيل كاملة، وأنت عارف إن ده دلوقتي جريمة، لازم نتحقق من أمرها فوراً. نعمل إيه؟ نقبض عليها ونسلمها للقائد لحد ما نعرف إيه حكايتها.